الصحة والجمال، لون جديد للحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان في حلقات برنامجنا صباح الطيبين. صباح الطيبين، صباح الخير على كل المشاهدين الكرام، صباح النشاط والرياضة والحيوية. يسعدني أن أقدم لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج صباح الطيبين. الحقيقة معانا النهاردة زي ما بنقول البراءة الأطفال، ومعانا النهاردة كباتن عمالقة في الرياضة، خرجوا أجيال كتير جدا في الرياضة، ومعانا يعني أحد الناشئين اللاعبين، أحد الناشئين اللاعب المحترم برضو في ضيوفنا النهاردة. فقراتنا وضيوفنا معانا النهاردة اللي مشرفينا بنرحب بيهم. ناخد الأول كابتن أيمن، أهلا وسهلا بيك يا كابتن. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا كابتن أيمن الفيل، مدرب. طبعا هو يحكي لنا عن نفسه ويكلمنا عن نفسه، ان شاء الله يعرفنا بالحاجات الجميله اللي بيعملها في الرياضه ومع الاطفال، وازاي يخلي فيه نشء رياضي قوي باذن الله. معانا بقى الكابتن الناشئ اللي بيلعب في نادي اتلتيكو مدريد، ولاعب متميز وسبق سنه وسبق اقرانه، وحد جميل قوي، وبينتقل في اماكن، ولاعب كده بحس ان هو بيتنقل بالكوره كالفراشه يعني كيفما شاء، الكابتن حماده مصباح. اهلا وسهلا كابتن حماده، حد جميل قوي، ولو حضراتكم تابعتوه او شفتوا الماتشات اللي بيعملها حاجه جميله قوي. خلينا نروح لكابتن ايمن. كابتن ايمن، عرفنا بقى عن نفسك، كلمنا عن نفسك وكلمنا عن تنشئة الأطفال وتنشئة الأجيال. أنا عارف إن كابتن حمادة واحد من اللي أنت خرجتهم من تحت إيدك في الأكاديمية. بسم الله الرحمن الرحيم، كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك. وأنت طيب. طبعا مجال الكرة مجال كبير، وبني يعني إحنا اشتغلنا فيه على أساس علمي صحيح. أنا دارس عضو في نقابة المهن الرياضية، وحصل على الرخصة سي في التدريب من الاتحاد الافريقي. فبنبدا المنظومة بشكل علمي مع الناشئين من المراحل الاولانية الى الوصول الى القمة. طبعا بنجتهد ان احنا نوصل اللعيبة لاكبر الاندية في مصر وفي دول الخليج وفي دول اوروبا عن طريق التسويق الرياضي. ومثل ذلك مع الكابتن حمادة، كان ناشئ في مركز شباب رواش، وتدرج الى ان وصل الى اكاديميه اتلتيكو مدريد، ومن بعدها بيتفاوض مع اكبر الانديه في مصريه، انديه كبيره في مصر بيتفاوضوا معاه، لكن هو مفضل الاحتراف الخارجي عن طريق اكاديميه اتلتيكو مدريد اللي هي موفره له كل الامكانيات اللي الانديه الكبيره مش موفره. طيب انا عايز بقى اتكلم في نشاه كابتن حماده، يعني بدات معاه ازاي، وازاي بتبدا مع الطفل في الرياضه؟ اولا نشأة الاطفال، قبل ما اتكلم على حماده، نشأة الاطفال انا ببتدي اشتغل بشكل علمي صحيح. انا ما حبيتش او ما ينفعش مدرب كره القدم يشتغل بشكل عشوائي. لازم يكون دارس، ولما يكون دارس بيساعد الطفل على النشأة كويس. طبعا في حاجه عندنا في علم التدريب اسمها اختبارات ومقاييس. اولا بتعمل اختبار كامل للاعب او للموهبه او للناشئ، تاسيس من ناحيه التغذيه، تاسيس من ناحيه علم الاصابات، فسيولوجي. الشغل ده كله لازم تشتغله مع الطفل حتى ينشا لعيب كره كويس. تبدا معاه الخطوات الكويسه، الاساس، الاسس العلميه الصحيحه عشان يطلع معاك ناشئ كويس. ده من البدايه، مش رايحين نلعب كوره وخلاص يعني. لا لا لا، اتلغى الموضوع العب كوره وخلاص، ده كان قديم وانتهى. لكن الوقت عشان اسس لاعب كويس، لاعب يساعد على الاحتراف الخارجي او يبقى لاعب كويس في نادي كويس، لازم نبتدي معاه على شغل علمي صحيح. نبدا من سن كام؟ من سن 4 سنوات. من سن 4 سنوات. طب نروح للكابتن حماده. وكابتن حماده قول لنا، انت بدات وانت عندك كام سنه وعملت ايه كده؟ يعني احكي لنا عن انجازاتك، يعني ايه الماتش اللي انت حسيت فيه بقيمتك ومكانتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا بدات وانا عندي 5 سنين.
خمس سنين. خمس سنين اخويا طبعا علمني كوره، وبعد كده انا يعني اتنقلت لاتلتيكو مدريد مع كابتن رامي وكابتن عباس، وطبعا مع احسن مستثمر في مصر 2014 2015 مستر احمد احمد سويلم ومستر عمار. ويعني اول حاجه قبل يعني قبل ما يكون يعني انت لازم تساعد المدرب. بتساعد المدرب ازاي؟ ايوه عايزين بنوجه برضو رساله لاي حد بيتدرب زيك كده، يساعد مدربه ازاي؟ اولا الالتزام. الالتزام بس احيانا المدربين بيبقوا طلباتهم تقيله شويه، يعني احيانا بيبقوا عايزين تدريبات شاقه. ما ده كله في مصلحته، في مصلحه اللاعب. يعني المدرب بيعمل كده لمصلحته. اولا الالتزام، مواعيد بدري، يعني ان انت تساعد المدرب على قد ما تقدر، والمدرب ده كله بيعمله عشانك. احسن ماتش لعبته؟ احلى ماتش لعبته صراحة الاهلي. مع الاهلي؟ اه. وانت انت مركزك ايه في ال وسط ملعب ديفندر. وسط ملعب. اه. وعملت ايه في الماتش ده؟ اتعادلنا 1-1 والله. بس انا ضيعت كتير يعني. انت ضيعت كتير؟ طب يعني احنا عايزين ان شاء الله نشوفك في بطولات اكثر واكثر ان شاء الله. كابتن ايمن كلمنا بقى على الطفل بعد ما بينشا كده بتهتم بايه؟ يعني انت قلت لي في نظام غذائي اصابه. أيوه. كده يعني احنا بنهتم بالطفل لما بيبقى عنده 4 سنين، ببتدي اعمل له مجموعه تحاليل شامله، بيروح يعملهم عند الدكتور المتخصص، بيجيب لي مجموعه التحاليل، بنبتدي نعمل له برنامج صحيح، برنامج غذائي صحيح بشكل علمي، بحيث ان الطفل ينشا نشاه كويسه. بنبتدي نشتغل معاه تعليم المهاره، الاحساس بالكوره، العاب تروحيه، بتبقى بدايه التعليم الاساسي للطفل ان هو يحب المجال ده. ان هو ادم عنده الموهبه لازم ان احنا نساعده ان هو يحب المجال. احب المجال ببتدي اشتغل معاه بشكل علمي. طبعا بيبقى في معامله الطفل الصغير بتختلف عن معاملة الطفل الاكبر شويه. ايوه طبعا بتختلف كتير. فطبعا ايه بتبقى لها معامله كويسه. الطفل الصغير بيبقى عاوز نوع من المسايسه، نوع من المداعبه. بس في طفل بيبقى موهوب اصلا في اللعبه، ولا التمرين والتدريبات هي اللي بتطلع الطفل موهوب؟ لا هو احنا ككوتش بيساعد على تنميه المهاره، لكن العيل بيبقى الطفل بيبقى مولود بالموهبه نفسها. يعني موهبه لعيب كوره كويس اشول او يميني، يعني بيلعب برجل الشمال او برجل اليمين، بيبقى موهوب. احنا بنساعده بقى، بننمي مهاراته، بنكمل الحاجات اللي ناقصه عنده، ان الطفل انت بتاسسه. فانت يعني هو اهم حاجه ان ممكن يكون. لكن في طفل ما بيبقاش موهوب؟ في كتير. مش ولا مش حابب الكوره مثلا؟ هو ممكن يكون في الطرفين، ممكن ما يكونش موهوب، وفي طفل اصلا مش حابب المجال نفسه. طب لو هو مش موهوب يقدر تقدر تطلع بيه لمستوى برضه كويس؟ لو مش موهوب بشتغل معاه علم النفس الرياضي. ابتدي بقى احببه في المجال، احببه في الكوره، احببه في الكوتش، احببه في زمايله، اعمل الفه ما بينهم لحد ما يوصل يبقى عنده درايه كامله باللعبه وحابب المجال. ادم حب الكوره هيخش جوه المجال، لكن طول ما هو بعيد نفسيا وذهنيا مش عمره ما يخش. ما يقدرش. قول لي انت موهوب ولا بتحاول؟ بتحب الكوره؟ وايه سر حبك للكوره؟ صراحه حياتي دي كلها كوره. بحب الكوره. حياتك يعني. كلها كوره. طب الدراسه في حياتك يعني بتذاكر؟ 50%. لا 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 احنا عايزين الدراسه 100% بصراحه. انا حاطط هدفي قدامي كوره. هدفك الكوره. الكوره ده الاساسي. طب الدين في حياتك؟ ديني طبعا. الدين ايه في حياتك؟ بتعمل ايه يعني؟ مثلا صيام، الصلاه، الالتزام؟ بصوم طبعا، بصلي، بمشي ركعه، احفظ قران. الحمد لله. يعني احنا دايما ابدا بنقول لكل ناشئ 3 حاجات في حياتك تهتم بيهم. الدين اولا، العلم، التعليم، 3 الرياضة. انت ممكن تكون حابب الرياضة بس لن تصل للمستوى اللي انت عايزه الا بالدين. طبعا. يعني الا بالدين. لو خدت بالك كابتن ايمن بيقول حاجة جميلة قوي، بيقول ان انا بحببه، بعمل الالفة بينه وبين زمايله. عارف هي دي كلها تعليم الدين. حب المهنه اللي انت بتمتهنها او حب الحاجه اللي انت بتعملها ده مطلوب. يعني ده مطلوب ان احنا نحب الحاجه اللي احنا بنعملها، وان احنا نكون بارعين. واحنا عايزين كل واحد مسلم، شاب مسلم،
ان يكون متفوق في كل شيء، في الرياضه يكون متفوق، في العلوم متفوق ان شاء الله باذن الله، ربنا يوفقك. كلمنا بقى كابتن ايمن، النشأة عندك لو جه وقت الصلاه وانت رياضي، هل بتصلوا بتوقفوا الماتش ولا انتوا بتحاولوا تختاروا اوقات ولا طبعا لازم نتعلم برضك يبقى عندنا اسس الدين الصحيحه. اوقات الاذان لازم اوقف الملعب. نعم. لازم اللعيبه يقعد يجلس في الملعب يحترم الاذان طبعا. توقيت للاذان، وقت الصلاه بوقف التمرين، اللعيبه بتروح تتوضى وتيجي تصلي كلها مع بعضها. طب كلهم بيصلوا كده؟ الاغلبيه، حتى اللي ما بيصليش احنا بنحاول نقومه، نحاول نحببه في الدين عشان يصلي. طبعا اللاعب لما بيبقى بيصلي وقريب من ربنا بيبقى ملتزم في الكوره، بيبقى لعيب كوره كويس. اللاعب طول ما هو بعيد عن ربنا، ربنا سبحانه وتعالى يعني ما بيبقاش في توفيق، ما بيبقاش مش موفق يعني. مش موفق في لا، التزامه بالدين والتزامه بالصلوات بتاعته بيخليه لاعب كويس ملتزم، بينام بدري ويصحى بدري، يقوم يصلي الفجر، يصلي الاوقات كلها في جماعه، بيبعد عن اي طريق تاني طول ما هو في التزامه في الصلاه وبتاع. القرب من ربنا سبحانه وتعالى بيبعده عن اي حاجه تانية. انت كمدرب بتهتم بالناحيه العلميه بتاع الطفل، بتساله انت عملت ايه في دراستك انت؟ طبعا انا احتفاليه، انا بعمل عندي احتفاليه للمتفوقين، انا كل سنه لازم يبقى في متفوقين علميا في الرياضه. عشان اللي مش متفوق يحاول يجتهد زي زميله، بحيث ان يبقى حاجه كويس. يعني انا عندي بعمل احتفاليه في كل سنه في الاكاديميه عندي للمتفوقين رياضيا، بجيب لهم حاجه تذكاريه بس بتبقى معنويه مرتفعه. نعم. بشهاده تقدير، بهديه تذكاريه للطفل المتفوق. المتفوق علميا. ايوه، المتفوق علميا غير الرياضه خالص. يعني حتى ولو كان الطفل ده مش مستواه في الرياضه مش قد كده، بس هو ملوش دعوه، بس بتحاول تكلمه. ايوه انا بحاول عشان حتى المتفوق في الرياضه لما يشوف زميله المتفوق في العلم يحاول يبقى هو متفوق في الرياضه ومتفوق في العلم. والله فنفس الكلام ده بنحاول نتبعه مع حماده. يعني كابتن حماده جميل، كابتن حماده ومثال للشباب الجميل، النشأ الصغير الجميل، يعني ربنا يبارك فيه يا رب ويحفظه. هو ما شاء الله متالق في اكاديميه اتلتيكو مدريد تبع يعني، وبيمرنه نجم كباتن مصر كابتن رامي حنفي، نجم المقاولين العرب ومنتخب مصر. والله فطبعا راجل كله كوره، ويعني ان شاء الله يعني اجتهد معاه اكتر من كده ونشوفه بقى في الدوري الاسباني. يعني احنا مش عايزين. نفسك في ايه؟ لسه كنت اقول يعني بيت حياتي احترف بره. تحترف بره؟ تاني حاجه لا يعني. طب ليه مثلا انت كلاعب متميز وكلاعب عندك مهارات وحد جميل قوي، ليه ما تفكرش ان انت تبقى في مصر تلعب لبلدك؟ ماشي. ايه الفرق؟ انا ما اعرفش في الكوره على فكره. بره في التزام. في التزام في كل حاجه. يعني بيطلعك حاجة موهبة، حاجة حلوة يعني. بينمي مهاراتك أفضل يعني. بس أنت نفسك تلعب فين؟ أنا نفسي ألعب بره بصراحة. نفسك تلعب بره؟ إحنا ندعي لك إن ربنا يوفقك، وإحنا صايمين يا رب يوفقك يا كابتن حمادة. وتلعب في النادي اللي أنت يعني تتمناه، وتلعب وتبقى حد جميل قوي قوي قوي. تمنياتنا ليك يعني بمستقبل مشرق ومستقبل باهر، ربنا يوفقك إن شاء الله بإذن الله. نفسك في إيه يا كابتن؟ انا نفسي تبقى يستقر الامه، وتبقى الامه في خير وفي سلام وفي امان، وربنا يكرم حماده عشان من ناشئيني يعني، قبل ما هو يبقى حاجه بالنسبه لي كويسه قوي، ان هو ربنا يكرمه ويحترف بره مصر. ربنا يبارك لك يا رب ان شاء الله، ويبقى حاجه جميله، ومن هنا ان شاء الله تكون نقطه الانطلاق ان شاء الله باذن الله، ويوفقك وتبقى من المحترفين. الحقيقه يا جماعه نموذج رياضي رائع كابتن حماده، يعني ملتزم بالصلاه الحقيقه، ملتزم بصايم، لو عنده ماتش ولا مباراه معرفش بقى هنساله برضه، لو انت عندك ماتش او حاجه زي كده وشاق وتدريبات شاقه في الصيام في رمضان وفي الحر ده، بتفطر ولا بتعمل ايه؟ لا طبعا خالص. تمريننا بيبدا الساعه 8:30. 8:30 مساء؟ ما عندكش حاجه صباحا يعني؟ لا. طب لو حاجه صباحا كنت هتعمل طبعا ايه؟ ما افطرش اكيد. انت بتصوم وانت عندك كام سنه؟ انا بصوم وانا عندي 7 سنين. من 7 سنين؟ 7 سنين. لا خلاص انت كده خدت على الصيام. هو جو شهر رمضان شهر جميل، ورمضان شهر الدورات الرمضانيه، مش بتشارك في الدورات ولا انت تبع النادي؟ تبع النادي بس. ليه؟ ليه ما بتشاركش في الدورات؟ عشان اصابات بقى، واصابات يعني. بتخاف يعني؟ ربنا يحرسك يا رب ويحفظك يا رب. كابتن ايمن الدورات الرمضانيه عامله ايه معاك؟ كويسه الحمد لله. انا عندي دوره في مركز شباب في ابو رواش، وعندي
دورة في ملعبي الخاص ملعب الفيل، فبتبقى دورات قوية قوي بعد الفطار، وفي دورة قبل الفطار طبعا بيبقى فيها جمهور زي زمان كده. طبعا بيبقى فيها جمهور كبير قوي، والدورة عندي بتبقى قوية جدا، وبيحضر فيها نجوم مصر في النهائي، بيحضروا في النهائي عندي، وبتبقى احتفالية حلوة قوي، وبعض القنوات بتصور المباراة النهائية. المباراة النهائية عندك في الله. لا هو رمضان معروف بالكورة والكرة الليليه بالذات يعني. الناس تبقى سهرانه فبتحب تلعب وكلام من ده، والدورات الجميله بتاعت رمضان في دورات رياضيه ودورات ايمانيه برضو ودورات تدريبيه. رمضان ده حاجه جميله قوي قوي قوي، ربنا يجعل ايامنا كلها رمضان. احبابنا ومشاهدينا الكرام خليكم معانا ان شاء الله، معانا في الفقره اللي جايه براءه طفلتين جميلتين قوي حافظين جزئين من القران، دنيا وملك حسام، ما شاء الله عليهم، ربنا يحفظهم وربنا يرعاهم، جمال قوي قوي قوي، متفوقين في الدراسة برضو متفوقين في الرياضة، ليهم أنشطة كتير قوي وبيحبوا حاجات كتير قوي، وطفلتين صغيرين مش كبار في السن يعني 7 سنين و8 سنين، لكن حاجة جميلة قوي قوي قوي، ربنا يحفظهم ويحرسهم إن شاء الله. معانا بعد الفاصل وفي نهاية حلقتنا نشكر كابتن أيمن، شكرا ليك وعلى وجودك معانا في استوديو قناة الصحة والجمال في صباح الطيبين. شكرا ليك كابتن حمادة. صباح الطيبين. صباح الطيبين. خلونا نروح فاصل ونرجع لحضراتكم. عدنا لحضراتكم بفضل الله عز وجل، وصباح البراءة صباح يعني أجمل أطفال. الواحد بيحس يا جماعة بسعادة غير عادية لما بيبقى قاعد مع الأطفال الجميلة، الأطفال اللي هي بتحفظ قرآن، اللي هي بتتعلم الدين. ما أجمل أن ينمو الطفل على مائدة القرآن، بتبقى حاجة جميلة 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 قوي 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 لما الطفل يعرف دينه، يعرف ربنا، يعرف كلام ربنا، يرتل الآيات حتى وإن كان بيقول فيها حاجات غلط، بس بتبقى طالعة يعني منه بتبقى حاجة جميلة قوي. بتبقى الواحد قد ايه بيبقى مبسوط وقد ايه بيبقى سعيد لما بيشوف طفل بيرتل او بيتلو القرآن او بيحفظ القرآن. خلونا نشوف اصدقاء الجمال اللي في الاستوديو معانا النهاردة، منورنا في صباح الطيبين البنتين الحلوين. ملك حسام، اهلا وسهلا بيك يا ملك في برنامجنا. اهلا وسهلا بيك يا دنيا. دنيا وليد برضو جميلة قوي وما شاء الله عليهم، ربنا يحفظهم وربنا يحرسهم. ملك تقدري تقولي لي بقى انت اسمك ايه وفي سنه كام؟ انا اسمي ملك حسام، في سنه ثالثه داخله رابعه. حافظه قد ايه من القران؟ جزئين. حافظه جزئين من القران ما شاء الله. هوايتك ايه؟ بتلعبي ايه؟ كنت بلعب باسكت بول. باسكت بول؟ الله. وكنت بلعب تنس. كنت بلعب سباحة. بلعب جمباز. كل ده؟ الله عليكي شطورة. بتحفظي القرآن بقالك كام سنة يا ملك؟ سنتين أو ثلاثة. سنتين أو ثلاثة وحفظتي جزئين من القرآن؟ اه. شطورة ما شاء الله عليكي. دانيا أنت في سنة كام يا دانيا؟ قولي لي أنت اسمك إيه وفي سنة كام؟ أنا اسمي دانيا وليد وفي سنة أولى بس داخلة تانية. وحافظه قد ايه من القران يا دنيا؟ جزئين. حافظه برضو جزئين. وبتلعبي ايه يا دنيا؟ السباحه. بتلعبي سباحه؟ بس انت قصيره يا دنيا ما بتغرقيش في البسين؟ بتعرفي تعومي كويس؟ اه. بقيتي شطوره؟ اه والله. طب اكتر حاجه بتحبيها ايه؟ ربنا. بتحبي ربنا؟ طيب جميل قوي يا دنيا. طب نبدا بدنيا كده، وتقدري بقى تسمعيني تقولي لي حافظه جزئين، يعني حافظه جزء 29 والجزء 30، ينفع تسمعينا حاجه كده من سوره تبارك؟ ينفع اقول اللي انا حافظاه؟ قولي اللي انت حافظاه يلا، بس نقعد كويس عشان احنا نفهم. يلا حبيبتي قولي لي بقى تبارك كده، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وسمعيني الايات الجميله اللي انت بتقوليها. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، هو العزيز الغفور.
الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسين ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها نجوما للشياطين. بارك الله فيك يا دنيا، شكرا لك، جميلة يا دنيا قوي ما شاء الله عليكي. طب نسمع سورة القلم من ملك. تعرفي يا ملك تقولي سورة القلم؟ بس مش كلها. طيب قولي. بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون، بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بالمهتدين، فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين، هماذ مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عطل بعد ذلك ذنيم، أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. بارك الله فيك يا ملك، بارك، جميلة أوي يا ملك. ملك قولي لي يا ملك، أنت بتصلي؟ أه. أنت صغيرة يا ملك، بتصلي؟ أه. ليه بتصلي؟ تعرفي تقولي بتصلي ليه؟ عشان ادخل الجنة وعشان اخد حسنات كتيرة. عشان ايه؟ عشان ادخل الجنة وعشان اخد حسنات كتيرة. طب وبتقري القرآن ليه؟ بتحفظي القرآن ليه؟ عشان اخد حسنات كتيرة. تاخدي حسنات كتير؟ تعرفي اللي بيقرأ قرآن في رمضان بياخد حسنات قد ايه؟ الحسنة ب 700. ب 700 حسنة. الله عليكي. وانت نفسك تدخلي الجنة؟ اه. ليه؟ عايزه تدخلي الجنه ليه؟ عشان ربنا بقى بيحبني. عشان ربنا بيحب. انت بتحبي ربنا؟ اه. ونفسك ربنا يحبك؟ ربنا بيحبنا لما بنعمل ايه؟ لما بنصلي ولما بنصوم. لما بنصلي ونقرا قران. جميل. وايه تاني؟ ولما ما بنعملش حاجه حرام. لما نسمع كلام مامتنا وبابانا. لا لا، انا عايز اسمع الجمله دي تاني. لما نسمع كلام مين؟ مامتنا وبابانا. بتزعلي ماما وبابا؟ ساعات. ساعات؟ طيب يبقى ربنا هيزعل منك ولا مش هيزعل منك؟ هيزعل مني. دنيا الجميلة، قولي لي يا دنيا، بتزعلي ماما وبابا؟ ساعات ساعات لا. ساعات اه؟ ساعات لا. ليه بقى؟ طب انت مش انت بتحبي ربنا؟ اه. وعايزة نفسك في ايه؟ نفسك تدخلي لايه؟ الجنة. بتصلي يا دنيا؟ اه. بس انت صغيرة يا دنيا. لا انا مش صغيره، كبيره. بتصلي؟ اه. طب بتصلي كم مره في اليوم؟ 5 مرات. 5 مرات. طيب قولي لي بتصلي ايه وايه وايه. بصلي الصبح والظهر. الصبح كم ركعه؟ 2. 2 والظهر؟ 4. والعصر؟ 4. وبتصلي ايه تاني بعد كده؟ بين بنصلي بين الفجر بعد العصر بنصلي ايه؟ المغرب. المغرب. وبتفطري انت الظهر طبعا صح؟ لا، بنفطر اول ما العصر يأذن صح؟ لا، بنفطر اول لما المغرب يأذن. لما المغرب يأذن مش العصر؟ انا افتكرت العصر كويس. انا اصلا وانا صغير كنت بفطر العصر. طب والعشاء بتصلي العشاء كام ركعه؟ 4 ركعات. الله عليك يا ملاك، ومحافظه على الصلاه بتصلي كل يوم. طب ينفع نسيب نصلي مره مثلا لو احنا تعبانين ما نصليش؟ لو احنا تعبانين ما نصليش خالص ونسيب الصلاة؟ طب انت بتسيبي صلاة خالص؟ طب امال بتقولي ازاي بقى ينفع؟ انا مش فاهم يعني ايه الحركة اللي انت قلتيها. انت ما بتصليش؟ بصلي. ايوه، طب ردي عليا. طب يا ملك، ملك الجميلة بقى، قولي لي يا ملك، انت كنت بتسيبي صلاة؟ ساعات. ساعات كنت بتسيبي الصلاة. انا بحب فيك الصدق، وجميلة قوي لما بتكوني صادقة معايا. طب دلوقتي بتسيبي صلاة؟ بتسيب الصلاة؟ ممكن ركعة، ممكن صبح أو الظهر مثلا في اليوم. أوه. بس بصلي يعني. بترجعي تصليها؟ ليه انت؟ طب لو ما صليناش ايه اللي بيحصل لنا؟ بتحسي بيه؟ سيئات، او ممكن نصلي تراويح. ممكن ناخد سيئات ونصلي تراويح عشان نعوض الصلاة اللي علينا. برافو عليك، انت جميلة قوي يا ملاك.
اروح بقى البنية الجميلة عشان تسمعنا سورة الحقة. انت سمعتي تبارك، انت قلتي القلم، انت سمعي الحقة، تعرفي تقوليها؟ لا انت مش تعرفي. لا مش هتعرفي. لا مش هتعرفي. طب قولي كده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق وما أدراك ما الحق. كذب ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، لنجعلها لكم تذكرة وتياها أذنا وعايا. فإذا نفخ في السور نفخة واحدة، حملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. بارك الله فيكي، بارك الله فيكي يا دنيا، جميلة ما شاء الله عليكي، انت جميلة قوي يا دنيا، وقراءتك في القرآن جميلة وقراءة صحيحة، وانا مبسوط بيكي قوي 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 قوي، وفرحان ان انت معايا النهاردة، واكيد صحابي اللي بيتفرجوا علينا النهاردة كلهم فرحانين بوجودك معايا النهاردة يا دنيا. قولي لي اكتر حد بتحبيه يا دنيا في الناس اللي موجودة معانا مين؟ شيخ حجاج. شيخ حجاج؟ لا في الناس كلها. شكرا ليك يا دنيا على اكتر مامي وبابي. مامي وبابي اكتر حد. مامي وبابي ليكي اخوات؟ مين؟ تاليا. بس تاليا ما بتحبهاش طبعا. بحبها. لا انت ما بتحبهاش. بحبها. لا ما قلتيش اسمها خالص اصلا. تاليا. بتحبيها؟ بجد؟ طيب برافو عليك يا دنيا. يا ملك حبيبتي قولي لي يا ملك انت تسمعيني الاول سورة اقرأ. طب انا عايز اسال، سوره اقرا دي اول سوره نزلت فيه، عارفه حكايتها؟ اول سوره نزلت في القران سوره ايه؟ اقرا. كان النبي عليه الصلاه والسلام بيتعبد في غار ايه؟ افتكري، عارفه القصه دي ولا مش عارفاها؟ كان النبي عليه الصلاه والسلام في شهر رمضان بيتعبد في غار حراء. كل شهر رمضان ما بيجي بيطلع يتعبد فين؟ في غار ايه؟ حراء. ولما كان بيتعبد في غار حراء نزل عليه الوحي. الوحي اللي هو سيدنا مين؟ ابراهيم. سيدنا الوحي اللي نزل على سيدنا محمد. موسى؟ لا انا عارفه اسمه. سيدنا جبريل. سيدنا ايه؟ سيدنا جبريل. سيدنا جبريل، برافو عليكي. سيدنا جبريل، سيدنا جبريل نزل على سيدنا محمد وقال له، قال له ايه؟ اقرا. سيدنا محمد قال له ايه؟ ما انا بقارئ، انا مش بعرف اقرا. اقرا. قال له ما انا بقارئ. بعد كده قال له اقرا باسم ربك الذي خلق. تقدري تسمعيني السوره دي؟ طب اتفضلي نسمع من ملك الجميله سوره العلق. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرا باسم ربك الذي خلق. خلق الانسان من علق. اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت أن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت أن كذب وتولى. ألم يعلم أن الله يرى. كلا لأن لم ينتهي لنصف عن بالناسية. ناسية كاذبة خاطئة. فليدع نادية. سندع الزبانية. كلا لا تطع واسجد واقترب. سبحان الله، بارك الله فيكي ما شاء الله، ربنا يحفظك قوي يا ملك. انا فرحان بيكي قوي يا ملك. اكتر حد بتحبي مين؟ مامي بابي وعمر. عمر مين؟ اخويا. والله اكبر ولا اصغر؟ اكبر. اكبر منك؟ بتحبي الاسره بتاعتك كويس قوي. ومين تاني بره الاسره؟ مين تاني غير الاسره؟ صحابي.
صحابك كلهم بتحبيهم؟ وخالاتي. والله يا رب يخليك يا ملك. انت جميله يا ملك. انا عايزك بقى تقولي لي بقى حاجه، انت تحبي تقولي ايه في البرنامج؟ نشيد، اغنيه، اغنيه دي نشيد، قصه جميله. نشيد. تقدري تقولي لنا نشيد؟ طب نشيد بيقول ايه؟ نشيد الفراشات. الفراشات؟ مش عارف هذه الفراشات. طب نسمع ونشوف يا اصحابي، تعالوا بينا نسمع ملك ونشوف ملك عايزه تقول ايه. طيب يلا اتفضلي. الفراشات الرقيقة بين أزهار الحديقة تنشق العطر وتعدو بجناحات رقيقة، إنها شيء صغير ولها عمر قصير، ما لها للعين تبدو لحظات ثم تطير، ساعة عني تغيب ساعات أخرى تؤوب، هكذا قرب وبعد ثم في نور تذوب. الله 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 عليكي، جميل قوي. دنيا تقولي لنا، تعرفي تقولي لنا نشيد برضو حاجة جميلة كده؟ اي حاجه، نشيد، قصه، ولا تقول لنا الاثنين نشيد وقصه؟ لا مش عايزه قصه. ليه مش عايزه قصه؟ مش عارفه ولا قصه ولا اي حكايه نحكيها لاصحابنا. طب قولي لنا نشيد. حافظه نشيد اغنيه؟ هغنيه دلوقتي. نغنيه دلوقتي؟ لا نغنيه بكره زي دلوقتي. لا دلوقتي. لا بكره زي دلوقتي. طب ماشي اوكي، يلا اتفضلي. امي امي اغلى الناس تسكت دوما في احساسي، هي تحميني امي امي وتغذيني امي امي وتعلمني حب الناس، امي امي اغلى الناس. الله. طب انت على كده ماما اغلى الناس عندك؟ طب بتزعليها ليه؟ بتزعليها ليه؟ ولا مش بتزعليها؟ ما انت بتقولي بزعلها احيانا. بزعلها شويه. شويه صغيرين ولا شويه كتير؟ شويه صغيرين. لكن الكتير بترضيها صح؟ طب وبتحبي ماما قوي؟ طب توعديني انك ما تزعليهاش تاني؟ طب تقولي لماما ايه؟ طب يلا قولي لماما، يا ماما انا مش هزعلك تاني وهبقى كويسه وشطوره. انت اللي قلتي لي انا بزعلها شويه، انا ماليش دعوه. انا ما اعرفش حاجه. يلا قولي لي. اقول ايه؟ قولي لماما ايه؟ تقولي لماما ايه دلوقتي؟ هقول لها في البيت. لا هقول لها دلوقتي عشان اصحابنا كلهم يعرفوا انت بتقولي ايه. عشان اصحابنا يعرفوا انت بتقولي ايه. قول تاني كده. لا مش هقول. مش فاكرة. طب خلاص مش هسألك بقى، اسأل ملك. تحبي تقولي لمامي ايه بعد ما قالت النشيد امي امي اغلى الناس؟ تقولي لمامي ايه؟ انا بحبك يا مامي، وهداك اني عمري ما هضايقك تاني. وبتزعلي مين مش تاني؟ مش هزعلك تاني خالص خالص خالص. على فكره ربنا سبحانه وتعالى ساعات بزعل اخويا. ساعات بزعلي اخوكي، مش هتزعليه تاني برضو. ربنا بيحب الانسان اللي بيسمع كلام باباه ومامته، ربنا بيحبه قوي. واسمها عندنا في القران ايه؟ بر الوالدين. اسمها ايه؟ بر الوالدين. بر الوالدين حاجه صعبه يا دنيا؟ بر الوالدين حاجه صعبه؟ تعبيرات وشك كده غريبه مش عارفه. بر الوالدين يعني نسمع كلام بابا ونسمع كلام ماما ونسمع كلام ماما. حد بقى يحكي لي اي قصه كده، اي حاجه كده صغيره نقولها لكل اصحابنا. احنا قلنا لماما وبابا واسرتنا ان احنا بنحبهم، عايزين نقول لاصحابنا بقى قصه جميله. نقول لهم ايه مثلا؟ صلوا عشان لو ما صليتوش ايه اللي هيحصل لكم؟ احكي لاصحابك، لازم تقول لاصحابك حاجه. اللي ما بيصليش بيروح فين؟ واللي بيصلي بيعمل ايه كده؟ ما بيصليش بيروح النار، بيروح فين؟ سيئات. وبياخد سيئات. طب تقول لاصحابك ايه؟ صلوا. طيب وملك؟ نقول لهم صلوا عشان اللي ما بيصليش بيروح النار، واللي بيصلي بيروح الجنه. لازم تصلوا كل يوم الخمس ركعات، الخمس صلوات. خمس صلوات. ايوه. و احكي لنا، قول لنا قول لنا. طب يعني مثلا لو ما صلاش مثلا، لما الانسان بيموت بيلاقي ايه في بيروح قبر وبيلاقي تعابين. تعابين؟ بتخافي من الثعابين؟ انا بخاف. بتخافي من الثعابين؟ انا بخاف. بتخافي من ايه؟ بخاف من الثعابين؟ طب عشان كده هتصلي؟
هتصلي عشان خايفه من الثعابين ولا عشان بتحب ربنا؟ لا عشان بحب ربنا. وانت يا ملك؟ ايوه هصلي عشان بحب ربنا. ومش حاجه حلوه ان تخشي قبر وبيبقى فيه تعابين حوالينك بيتلموا عليكي. عليك بس كده. طب برافو عليك يا ملك. هو يعني مشاهدينا الكرام دي ده دائما تعبير اطفالنا الصغيرين، بتبقى تعبيراتهم بسيطه وجميله وبيقولوا حاجات كتير. انا الحقيقه كتير بتعلم من الاطفال في اسلوب التعبير والاسلوب الصادق بتاعهم، ما بيعرفوش ان هم يدايرهم ولا يخبهم ولا يكذبهم. لا دي حاجه جميله قوي. طب انا الحقيقه برضو ممكن قبل ما انسى، بتكذبي يا ملك؟ وامتى لو بتكذبي؟ احيانا بتكذبي مثلا؟ فكري براحتك. ردي عليا جاوبيني، بتكذبي؟ لا لا ولا لا، قولي الصراحه. احنا هنا بنتكلم بصراحه قوي. انت لو بتكذبي قولي. طب نسمع دانيا. طب ماشي. انا قولي يا ملك. انا ساعات بكذب عشان عشان ايه؟ ايوه قولي. لا قولي ما تخافيش. عشان ساعات لما اخويا يغلس عليا اروح اكلم بابي يقول يا عمر، يقدر يقول لي اخويا يعني، يقدر يقول لي لو سمحتي ما تقوليش لبابي وكده. عشان كده بكذب على بابي. بتكذبي تقولي له ايه؟ ببقى خلاص رد عليا وما بقدرش اقول على عمر عشان انا مش عايزاه يضربه. لا ده ما مش كذب. انت ما بتقوليش لبابي عشان خاطر كده، ده مش كذب. ده انت عشان خاطر تصلحي. خلاص طالما اصطلحتوا خلاص، انت ما قعدتيش زعلانه فخلاص ده ما يعتبرش كذب. لكن لو حد سالنا في حاجه وقال لنا مثلا انت عملتي كذا قلتي لا ما حصلش، ده الكذب. فمش عايزين نتعلم ده خالص. دانيا مرة كذبت هي مرة واحدة. مرة كذبتي مرة واحدة؟ امتى؟ ولا مش عايزة تقولي؟ ماما انا كنت قاعدة عادي على سريري وقعدت قدام الحيطة. قلت لمامي انا هعد الحيطة فيها كام مثلث وقمت مقشرهم كلهم. وقشرت المثلثات؟ حتى مالك شافتهم هتسألها اهي. رحت مبوظة لماما الشكل بتاع الأوضة بتاعتك. وأنا مرة تانية كسبت فيها. لا إن شاء الله نبقوا صادقين ونبقوا جمال قوي. في مرة تانية كسبت فيها. في مرة برضو كذبتي؟ لا مش هنكذب تاني بقى خلاص. ما كنت قاعدة على السرير ومامي قالت لي روحي اغسلي أسنانك، قلت لها حاضر. أنا قمت وفضلت قاعدة في السرير. قلت لها حاضر وما عملتيش. لا نسمع الكلام، نبقى جمال، ما نكذبش ابدا. واللي بيحفظ قران مش بيكذب ابدا، لان الكذاب ربنا ما بيحبش الكذاب اللي بيكذب. ونكون صادقين. بيعجبني في الاطفال الصدق بتاعهم والبراءه والجمال. ما شاء الله دول جميلات، سواء كان دانيا ولا ملك. الحقيقه هم بيحفظوا القران، وما اجمل ان الطفل يكون حافظ لكتاب الله القران. يمكن بوجه رساله لكل اب وام، القران هو اللي بيحفظ اطفالنا، مش اطفالنا هم اللي بيحفظوا القران. لا القران هو اللي بيحفظ اطفالنا. خلينا عارفين النقطه دي. القران هو اللي بيحمي اطفالنا، بيحميهم من كل شرور، من كل حاجه وحشه، من كل الشياطين. دائما الذي يحمل في صدره شيء من كتاب الله تلاقي الله سبحانه وتعالى معه. ليه؟ لان اهل القران اللي هم بيقروا القران وبيحفظوا القران هم اهل الله وخاصته. تخيل انت بقى اهل ربنا هم اهل القران. فما اجمل ان احنا نخلي اولادنا النشأة بتاعتهم تبقى في حفظ كتاب الله وفي قراءة القران، ونبقى مستمرين. بعد فترة ممكن الشيطان بيحاول يتدخل، بيحاول ان هو يخلينا ما نحفظش، بيحاول يخلينا نتكاسل. لا احنا نفضل وراهم لحد ما نحفظهم كلام ربنا عز وجل. عايزة تقولي حاجة يا ملك؟ ينفع اقول الحاجات اللي احنا لازم نعملها عشان الشيطان يبقى مش معانا خالص؟ ينفع، اتفضلي معاكي. قولي ايه الحاجات؟ عشان الشيطان ما يدخلش معاك الحمام لازم قبل ما تدخل توطي رجلك الشمال جوه الحمام وتقول بسمك ربي.
لا اعوذ بالله من الخبث والخبائث. الله. وانت طالع عشان الشيطان ما يبقاش معانا في الحمام. وانت طالع تحط رجلك اليمين وتقول غفرانك. بعد كده وانت تيجي لما تيجي تنام تتوضى وتعمل كده على السرير ثلاث مرات، تقول بسم الله بسم الله بسم الله، وتحط بعد كده وانت نايم تحط ايديك على ايديك اليمين، ايديك اليمين على راسك وتنام كده، تقول بسم الله ربي طهر ذنبي وبك ارفعه. لا قولي تاني بس عشان اصحابنا يعرفوا بالراحه. بنيجي ننام بنعمل ايه؟ بنحط ايديك على 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 وشك كده وتنام ايديك اليمين، تقول بسمك يا ربي وضعت جنبي وبك ارفعه. بعد وانت نازل من البيت اول ما تنزل تقول بسم، بتقول اعوذ بالله، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الله عليك يا ملك الله. وبنعمل ايه تاني؟ واول ما قبل ما تاكل عشان الشيطان ما ياكلش معاك تقول بسم الله الرحمن الرحيم، ولما تخلص تقول الحمد لله. وما نخلص من الحمد لله. دانيا تعرفي تقولي لي الكلام ده تاني؟ ليه؟ ما انت كنت بتقولي. انا عارفه الحاجات دي. انت عارفاها، طب قوليها لي كده. لما بندخل الحمام بنقول ايه؟ مش عارفه. واحنا داخلين بندخل برجلنا الايه؟ الشمال. الشمال، ونقول ايه؟ أعوذ بك. ملك قالت حاجة جميلة قوي، قالت إن أنا وإحنا وأنا بتكلم بقول عشان الشيطان ما يضحكش علينا والشيطان ما يفسدش علينا حياتنا. فملك قالت لي حاجه جميله قوي، قالت لك احنا ممكن نبعد عن الشيطان خالص. عشان نبعد عن الشيطان لازم قبل ما ندخل الحمام نقول اعوذ بك من الخبث والخبائث، ونطلع برجلينا اليمين ونقول غفرانك. لما نيجي ننام ننفض الفرش بتاعتنا، الملايه بتاعتنا، وعلى السرير نعمل كده ثلاث مرات بسم الله بسم الله بسم الله، زي النبي صلى الله عليه وسلم علمنا، بس هي بتقول باسلوبها البسيط الجميل قوي. وبعد كده نقول نحط ايدينا اليمين تحت خد اليمين وعلى جنب اليمين، وبنام واقول باسمك ربي وضعت جنبي. ايه يا دنيا؟ وبك ارفعه. وبك ارفعه. جميل قوي. هم حافظين جزء بسيط من الحديث بس برضو ده جميل قوي. ولما نيجي طالعين من البيت نقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله. طب نسينا بقى لما نركب الباص او العربية نقول ايه؟ او الاسانسير نسينا بنقول ايه؟ انا مش فاكر، حد يفكرني. نقول ايه؟ سبحان يلا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. نقول ايه؟ نقولها تاني. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. برافو عليكم. وبعد كده لما نيجي ناكل عشان الشيطان ما ياكلش معانا، يا أطفال يا جمال يا حلوين، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونقول اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. نقول اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا إيه؟ عذاب النار. ولما نخلص أكل بنقول إيه؟ الحمد لله. الله عليكم جمال قوي قوي قوي، انا فرحان بيكم قوي 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 ومبسوط قوي قوي. دانيا احكي لنا حكايه، ماليش دعوه، في دقيقه واحده عشان خاطر الوقت بتاعنا قرب يخلص. انا فوجئت ان هم بيقولوا لي الوقت انتهى، يلا بسرعه احكي لي حكايه بسرعه. كان يا مكان يا سعد يا اكرام، ولا يحيى الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. كان في مره سبع معيز مع مامتهم. سبع ايه؟ معيز. معيز واحدة واحدة عليا عشان بحب افهم بالراحة. مامتهم. بعد كده مامتهم كانت رايحة تجيب قصة عشان الأكل كان قرب يخلص، قالت لهم تفتحوش الباب لأي حد. قالت لها حاضر يا ماما. بعد كده هي خرجت قعدت تمشي لغاية ما لقت حاجة تشتري منها الحاجات. روحت تشتري. بعد كده كان في ثعلب راح خبط عليهم قال لهم افتحوا الباب يا اما انا ممكن اكسر الباب وادخل عليكم واكلكم. فافتحوا الباب وقالوا لا عشان انت الثعلب الوحش. بعد كده راح تاني عشان انت الايه؟ الثعلب الايه؟ الوحش. الوحش ايوه بعد كده راح تاني اكل سكر عشان يغير صوته. بعد كده راح اكل سكر. ايوه علي صوتك شويه عشان اسمعك. عشان يغير صوته. بعد كده راح تاني وخبط على الباب قال افتحوا الباب. وقف على السلمة. بعد كده هم شافوا رجله فقالوا الرجل دي مش بتاعت مامتنا فما فتحوش الباب. لما هو بقى جاب دقيق ابيض
ولون وشه كله. بعد كده راح تاني وخبط قال لهم افتحوا الباب انا مامتكم يلا عشان جبت لكم كل الهديات والاكل. ابو فتحوا الباب والثعلب دخل عليهم واكلهم. كانت مامتهم بقى رجعت ما لقيتهمش. بعد كده كان في واحد في الساعه نزل وجاب مقص والخيط عشان يروحوا يقصوا بطن الثعلب ويحط فيها طوب. بعد كده كل ما يعيش طلعوا تاني وحطوا بقى الطوب في بطن الثعلب. بعد كده قفلوها والثعلب لما صحي كان عايز يشرب ميه قام راح عند الحاجة اللي هو بيشرب منها قام وقع فيها وهو بيشرب. يعني القصة دي اتعلمنا منها ايه؟ ان الثعلب ايه؟ اكل مايز. لا ومكار. اللي احنا نفتحش الباب لاي حد. وان احنا ايه اتعلمنا ايه؟ ما نفتحش الباب لاي حد. اتعلمنا غير لما نقول مين الاول. لازم يقول اسمه. ولازم يقول اسمه ولازم نعرفه وما نفتحش الباب لاي حد وما ندخلش حد عندنا طول ما ماما مش ايه؟ وبابا مش موجودين ما نفتحش الباب. انا ما بقعدش لوحدي في البيت اصلا. ليه؟ بحبش. بتترعب. بتترعب؟ بتخاف؟ عمر بس. عمر اللي بيقعد لوحده في البيت؟ ساعات انا ومامي بننزل وبابي بيبقى في الشغل وعمر يقعد لوحده يجيب اصحابه ويلعب مع بعض. لكن انا عمر كبير. لما مامي تكون مثلا بتوصل عمر عند صاحبه وبابي بيبقى في الشغل بخاف اقعد لوحدي. والله؟ بروح لمامي. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم حلوين. مش هنقول بقى لاصحابنا وماما وبابا واخواتنا كل سنه وانتم طيبين. يلا دانيا شوفي انت هتقولي. كل سنه وانتم طيبين. لا اسمع تاني. كل سنة وانت طيبين. ومين تاني؟ لمين تاني؟ عايز تقولي لمين ومين ومين كل سنة وانت طيب؟ ومين كان نفسك تقولي له كل سنة وانت طيب بس هو قلت كل سنة وانت طيبين لمين؟ يعني لكل الناس. لكل الناس كل الناس؟ طيب يا ملك. أقول كل سنة وانتوا طيبين لمامي وبابي وعمر ولأصحابي كلهم والأسرة بتاعتي كلها وكل لكل الناس. كل الناس كل سنة وانتم طيبين. صباح الطيبين، صباح النشاط والحيوية، صباح البراءة مع أطفالنا الجمال. على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى. مشاهدينا الأعزاء أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للتواصل مع قناة الصحة والجمال الموقع الرسمي للقناة www.saha.tv ويمكنكم مشاهدة برامج القناة على صفحة القناة على اليوتيوب www.youtube.com/elsahachannel وتابعوا صفحتنا على الفيسبوك www.facebook.com/elsahatv وعلى تويتر www.twitter.com/elsahatv